الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولاي صاحب الجلالة والمعالاة الملك محمد السادس أدام الله عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. نعم سيدي عزك الله ونصرك. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة في ليلة القصر محمد رئيس جمعية محاربة إدمان إقليم قنيطرة، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مكتب الجمعية وكافة المشاركين في الجمع العام التأسيسي، أن يجدد لكم أسمى عبارات الولاء الصادق والإخلاص، معبرين لجلالتكم عن تشبتنا الدائم بسدتكم العالية بالله. إننا يا مولاي نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع عن الغالي والنفيس، عن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم، سيرا عن نهج آبائنا وأجدادنا، حفظكم الله يا مولاي بما حفظ بيدك الحكيم، وحقق على يديك كلمتين ما تصبو إليه كل مكونات الشعب المغربي، وأقر عينكم بولي العهد صاحب سمو الملك الأمجد مولاي الحسن، وشد عضدكم بشقيقكم صاحب سمو الملك الأمير الجليل مولاي الرشيد وكافة الأسرة الملكية والشريفة، إنا على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، والسلام على المقام العالي بالله. حرر بالقنيطرة يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1443 موافق لتسعود دجنبر، خادم الأعتاب الشريفة إلى قصر محمد رئيس جمعية محاربة الإدمان بإقليم قنيطرة. دكتور خالد تختورة، دكتور في البيولوجيا وعلوم الصحة، إطار بمندوبية الصحة بإقليم قنيطرة. اليوم كانت عندنا الجمع العام التأسيسي لجمعية اختير لها من الأسماء اسم جمعية أمل لمحاربة الإدمان، وبغيناها تكون رسالة أمل ورسالة تفاؤل للأشخاص في وضعية إدمان، بحيث أن هذه الآفة المجتمعية اللي كتنخر المجتمع المغربي أصبحت تهدد السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين وكتأثر على المجتمع، وحنا بغينا كفاعلين جمعويين على مستوى مدينة القنيطرة أننا نخلقوا هذه الجمعية هذه من أجل أولا محاربة هذه الظاهرة اللي ولات كتنخر جسد المجتمع ديالنا، ثانيا قيام بحملات تحسيسية توعوية وتأطيرية للناشئة ديالنا، بحيث أننا انخرطنا بشكل جماعي في الاستثمار في الرأس المال اللامادي وهو العنصر البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية صاحب الجلالة نصره الله وأيده، واللي كيقول في خطاباته دائما ويؤكد على أن الاستثمار في الرأس المال اللامادي والعنصر البشري هو دعامة أساسية للنهوض بأي مجتمع، وهو السبيل بأننا نحقق لبلادنا التنمية المنشودة. كما قلت على أن اليوم كان عندنا جمع عام تأسيسي، فرز مكتب له صلاحيات قوية وله من الكفاءات والأطر اللي مشهود لها على مستوى العمل الجمعوي. دكتور عبد العلي الباب، طبيب القطاع العام بإقليم قنيطرة. اليوم احنا كنا في إطار تنظيم جمع عام تأسيسي لجمعية الأمل لمحاربة الإدمان بالقنيطرة. هذه الجمعية للأهداف ديالها الأهداف ديالها ما قررناها أن تكون محاربة الإدمان ومساعدة المدمنين على الإقلاع على تناول جميع أنواع المخدرات وجميع أنواع الأشياء اللي عندها ارتباط بالإدمان. هذه مبادرة قمنا بها احنا مجموعة من إخوان كيشتغلوا في المجتمع المدني، وكنقولوا بأن ربما مع المركز اللي بنته وزارة الصحة ديال محاربة الإدمان يمكن أن نشتغلوا فيه باش نقدروا نحيدوا هذه الآفة من المجتمع اللي ولات آفة خطيرة كتسبب بزاف عدة مشاكل للمجتمع المغربي. هناك جرائم كيكون السبب ديالها هو الإدمان على جميع الأشياء اللي كتعطي الإدمان. كنشكر الإخوان كاملين، ورا انتخبنا المكتب اليوم، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غنبداو الاشتغال ابتداء من الأسبوع المقبل. وهذه الجمعية كنا ضفنا لها أنها تقدر تدير شراكات مع مؤسسات عمومية محلية ووطنية ودولية،
كذلك غنكونوا منفتحين على جميع الجمعيات المجتمع المدني اللي كتشتغل في هذا الميدان، وكنشكر الجميع. الزهراني نعيمة، رئيسة جمعية الناعم للتنمية المستدامة. بحكم ان انا في العمل الاجتماعي هذه سنين، وكيحج في خاطري لان ملي كنشوف هاد الشباب ديالنا مدمنين، بلا ما نقولوا عاد سميتو مدمنين، لا صغار لا كبار، وداكشي كيحج في القلب. روح اللي غادي انفيدو فيه الشباب بزاف، والاكثر اكثر من هذا ان كاين شباب مدمنين وكتشوف فيهم بحال اللي كيطلبوا النجده، وحنا في قنيطره ما عندنا حتى شي حاجه اللي غتقد فين غنقدو نديوهم، فين غادي نقدو نعتقوهم، لان لي سونتر كاملين كاينين الاكستيريور بقنيطره. وقنيطره في هذا الحجم هذا كامل، لان قنيطره راه ماشي صغيره، راه عاصمه الغرب، وما عندناش ان سونتر، راه حشومه الصراحة. ولاني انا فرحانه بزاف في هذا المشروع، لان الجمعيه محاربه الادمان بحال نقولوا كتتمم هذيك الجمعيه اللي انا فيها، لان هذا كاين شباب ملي كيوصل كيكون في الخيريه، ملي كيوصل 18 عام يعني راه هو معرض للشارع، لان ما عندوش فين يمشي. وهذا قانون نتاع الجمعيات، هذا قانون نتاع الخيريه، اون فوا 18 صافي خصو يخرج يدبر على راسو. يعني هو كيكون كيخرج لواحد الشارع اللي ما عارفوش، ما عنده حتى شي حاجه اخرى من غير الادمان يعني. ونقدو حتى هاد الاطفال هادو اللي سنين هما تما، ونقدو نشوفو حتى في المستقبل شي حاجه اللي نقدو نفيدو بها الدراري اللي من 18 العام اللي كيخرجوا من الخيريه، من 18 العام كيخرجوا للشارع. هاد الجمعية الإدمان هادي راه هي بينيفيت لهاد الناس هادو اللي كتشوفي في الشارع، واللي كتشوفي من بعد في واحد الوقت متأخر من الليل كتشوفي أطفال في الشارع وكلهم كيديروا داك السيليسيون، كلهم زعما مؤلم بزاف. ونيت هاد الجمعية جات على هاد الأساس هذا، باش نحاولوا باش الأطفال اللي في الشوارع نحاولوا بأي طريقة نقدوهم. محمد زروال، فاعل جمعوي بمدينة قنيطرة. اليوم تم إنشاء مكتب للجمعية، جمعية آمال لمحاربة الإدمان، والهدف المتوخى من نشئها هو مساعدة الشباب على الابتعاد عن المخدرات وعن الإدمان. الكل يساهم لمحاربة هذا الإدمان. وهذه الجمعية تتكون من أطباء واختصاصيين ومقاولين وناس ذو الخبرة في هذا المجال. هذا الشيء كله، هذه المجهودات تنحاولوا ننشئوا واحد الجيل اللي يبتعد على المخدرات وهذه الظاهرة اللي ولات تفشات في المدارس وفي الثانويات، والشباب ديالنا مهدد بزاف بها. بغينا هذه الجمعية من المهام ديالها هو تحسيس الشباب وتحسيس العائلات على الابتعاد من هذه الآفة.